أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديمها حزمة مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الأوكراني في 24 أغسطس. وتعد هذه الحزمة هي الدفعة 64 من المساعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية لأوكرانيا، وذلك منذ أغسطس عام 2021. وتهدف الحزمة إلى تلبية الاحتياجات الملحة للقوات الأوكرانية، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات.